العظيم المرأة العظيمة. المرأة هي عماد المجتمع وكيانها. ما يميز المرأة وما يجعلها عظيمة هي دقتها، فالمرأة دقيقة بطبعها، وهذا ما يجعلها أعظم وأدق من الرجل. على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المرأة في المجتمع على مر العصور، إلا أنها استطاعت أن تثبت نفسها في جميع المجالات، وعليها أن تواصل جهودها لتحقيق أحلامها وطموحاتها. المرأة كالعشب الناعم ينحني أمام النسيم ولكنه لا ينكسر للعصر. عظمة الرجل من عظمة المرأة، وعظمة المرأة من عظمة النفس. الحياء والصمت أجمل زينات المرأة. العالم بلا مرأة كعين بلا بؤبؤها، كحديقة بلا أزهار، كشمس بلا أشعة.